السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم بيزد يوسف. اليوم ما شاء الله الدراري الفيديو هذا مهم لبعض الناس اللي في التحديث الجديد ما كعرفوش يقدوا الروم الزرقاء اللي ولا فيها مشكل اللي كان سهل المشكل سهل الحل ديالو وكل اللي ما عرفوش غادي نوريكم اليوم الحل ديال باش تقدر الروم الزرقاء شنو خصك دير. اول حاجة كتدخلو فري فاير ماكس كتوجهو الباتل رويال نوركو ليها هنايا كاينين ثلاثة ديال الخانات، كاينة باش تقدرهم وكاينة ديال ترينين ولا تدريب وكاينة كرافت لاند. نوركو ليها كرافت لاند كيما كتشوفو هنايا عندي الساحة كاملة خاوية. هادشي الا بغيت في الاول ما كيعطونيش انا بحال هكا حتى كنورك على هادي اللي كاينه هنايا. ها هي هادي كتوركو عليها وكتوركو على هنايا هادي حذف كدير كلير يعني كتمسح جميع الاشياء اللي كانت هنايا كتحذفها. بعد كتورك على حفظ هي الفوق هنايا كترجع لهم وكتورك على هاد الغيمه هادي اللي فوق هنا كدير ابلود ابليكي صافي كتخرجوا. كتمشيو الكوستم كرافت لاند هنا كتنشئوا داكشي هادي هنا اللي ما كيعرفش يقد اول مره ياخد روم زرقاء. هنايا كيدار الكود اللي كيكون غير بالارقام هنايا كتبقى هي هنايا نفسها هادشي كلشي نفسه. هنايا اللي عندك التعديل فيه يا بغيتي 13 الجولة وداكشي ديال سميتو داكشي الخاص بالروم هنايا يعني داكشي اللي محدود هادشي كاين اللي مهم وكل اللي ماشي مهم. يعني اللي مهم هو ليميتد امو 1500 في دي في كوا ولا الاوبي كاين اللي كيخلي صفر كاين اللي كيدير 200 في الجوله الاولى كتكون 200 من الجولات الاخرين كتشري الفطر. هنا 13 جوله هنا على حسب بغيتي تلعب المفترض انه تلعب 200 هنا المون سبيد يعني سرعة الحركة وهنا ديال التنقاز هنايا ديال اللي كيلعب بي سي راه عارفينها انها كدير اوف يعني باش تلعب بي سي. هنا ادفانسز سيتينغ هنا كتفعل هاد الخاصية وكتعدل على الاسلحه اللي بغيتي ديرهم واللي ما بغيتيش ديرهم انا غنديرو ال بحال هكا. هنا بشحال غادي تشري يعني ندير ايكونومي هنا 15 جوله وكل جوله شحال كيعطوك فيها كما كتشوفوا هنا كتعدل على كل شيء اسلحه اللي بغيتي تكون فيها اي حاجه اي سلاح كاين في اللعبه يمكن ديرو هنايا وتعدل شحال بغيتي الثمن ديالو. هنايا الجولات وكل جوله شحال ديال النقاط اللي غادي ولا شحال ديال الفلوس اللي غيزيدوك صافي. من بعد كدير كونفيرمي ولا تاكيد وهكا كيكون صوبتي الروم وبيكس. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد ان شاء الله وبيكس. Thank you.